في خبر صادم للدكتور وليد فتيحي، يقول فيه انه 5 دقائق من العصبية تعطل جهاز المناعة لمدة 6 ساعات. فتخيلوا، يقول لك الجسم يكون عرضة للالتهابات وللأمراض وحتى الأمراض السرطانية. يعني تخيلوا 5 دقائق فقط من العصبية تساوي 6 ساعات من تعطل الجهاز المناعي. شيء مخيف ومرعب، ولازم الكل منا بالفعل انه ينتبه له. انا كنت واجد عصبية. فعندنا بالعماني يسموا العصبي حمق، والعصبية حمقة بمعنى احمق. يعني ضربت في راسي، معقولة أنا أكون حمقى؟ يعني هذا التعبير اللي يعبر عني. فمن يومها قررت فعليا أني أبتعد نهائيا عن العصبية. وصدق رسولنا الكريم لما قال: لا تغضب لا تغضب لا تغضب.